السلام عليكم المشاهدين المشاهدات، نتمنى ان شاء الله راكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. كما كتشوفوا بيتزا اليوم البنات درت البيتزا، ها نتوما راني ديجا مشاركه معكم لاباط ديال العجينه ديال لاباط ديال البيتزا، مشاركه معكم باش كل واحده باش يعمرها. جوغدوي راني درت البيتزا ودرت لاصالاد ديال الروز. اوي البنات راني عمرتها هنا بالطون، درت غير الطون والفرماج ولاصوص الطوماط سيبو، هادشي اللي درت اليوم. ما درت لهمش لي ليغيم، بغيت ثاني نصانجي لهم. وراني مع حكم توجور نصاوب معكم البيتزا، صاوبت معكم لا سلطه، درت لكم الفيديو بخي، درت معكم غير التصويره لا طابل وصاي. وهذا هو الاخر الفيديو ديالي ديال اليوم البنات، ومبروك العواشر، يدخلهم بالصحة والسلامة ان شاء الله يا رب، ويعملنا من صيامه ان شاء الله، ومن نديرو الصالات ديالنا ان شاء الله في الوقت ديالها. ونتمنى ان شاء الله هاد العواشر يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وبالشفاء للمرضى، وبأي أمنية ديال شي واحد تحقق له يا رب. وهذا مكان نتمنى ان شاء الله عواشر مباركة. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec vous, on a fait des pizzas. Donc voilà, après, vous pouvez changer, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, du salade avec du riz. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à de liker, commenter, partager et de vous abonner. Au revoir, à la prochaine vidéo. J'ai dit que vous avez vu les pizzas, vous avez vu فيت واطي على الفيتان. ها انتما البنات راني درت لهم عذره الصلاط، درت جوج ديال البيتات بلا راكم عارفين الصغيورين يلقمو ويهزو هذيك. بصانجيت لهم ودرت لهم عشاء خفيف، ماشي شي حاجه ثقيله. وهذا مكان الخواتات، ونتمنى ان شاء الله يكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى فيديو جاي ان شاء الله يا ربي تلقاكم بما احسن لانتما لعائلاتكم. وعلى حساب الغياب ديالي مانيش نحط لي فيديو بزاف للمشاهدين اللي تبعوني من اسبانيا، من فرنسا، من المغرب، من احلى العالم اللي هم يتبعوني كاع من الدول العربيه ومن خارج الدول العربيه. راكم عارفين اللي يكون من يكونوا الدراري يقراو ما تلقايش الوقت، نهار قصير وزيدون ما عنديش الوقت. هذه هي المهمه، علاش راني ما نحطش الفيديوهات ديالي بزاف، نحط مره في 4 جوغ، كاين فين نوصل حتى 7 جوغ عاد باش نحط الفيديو حتى ل 10 جوغ، حيتاش ما عنديش الوقت. البنات وليداتي يقراو، ديهم رجعيهم، ديهم رجعيهم، جي فاتيكيله انا لهما، كلشي جي عيان. ونتمنى راه الفاكونس ان شاء الله جايه، ونتمنى نخرجكم معايا لشي بلايصات ونساريكم معايا. لو ما جيتوش عندي وخرجتكم نساريكم في الفيديو تشوفوا شي حوايج زينه ان شاء الله. وهذا مكان الخواتات، وبالسلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن لكم ولعائلاتكم ان شاء الله. ونعاود لكم عواشر مباركة سعيدة ان شاء الله يدخلها بالصحة والسلامة. ونتمنى الخوت والخواتات المقيمين في تركيا وفي سوريا نقول لهم محنا ودازت، واللي مات الله يرحمه ويعملها من اصحاب الجنة، واللي حي على سلامته ونتمنى لهم قدرة قدرة الله، ما فيدناش غير ربي، اللي بغى عليها ربي هي اللي تكون. واللي مات لهم العائله ديالهم نقول لهم اللي مات لهم وليداتهم يلقاهم في الجنه، واللي مات لهم عائلاتهم يتلاقاو معاهم في الجنه ان شاء الله. حنا نتمنوكم من اصحاب الجنه يا رب، والله يعطي الصبر لكل واحد فقد العائله دياله وبقاو فينا. زعما الحق كاع الامه الاسلاميه ما بغاتش عليهم، بصح قدره الله، هادشي ديال الله. حنا نتمنوا ربي بنادم يصلي وراعي لدينه وصلاته، ونطلبوا معهم الله هادشي اللي نتمنوا يا رب. وبالسلام عليكم، وفيديو جاي ان شاء الله يا رب.